الشطه في حاجه هنا ان اللحوم كلها ما شاء الله بلدي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ موزه. عايزك وانت بتتفرج كده تشم الريحه. احنا هنبدا اول حاجه بورقه اللحمه. سامع انت طيب ولا انا بس اللي سامع ولا ايه الدنيا؟ انت ممكن تشيل السلطه. سلطه ايه يا راجل في الجو اللي احنا فيه ده؟ افتح يا عيني. ايه سامع؟ سمعك اكتر. اتفرج. بسم الله. هي ما استحملتش ان انا اغرز فيها. شايف ولا بتفرج على الدخان ولا ايه ظروفك؟ اهي. نرجع ونقول حته اللحمه النظيفه ليها طعم لوحدها. قبل ما تهدى دو معايا الطرب ده. افتح بقك. انت عارف ان انا مكانك. اوعدك بتجربه تحفه من اولها كده باينه. بص الريشه. تعال تعال. اكيد خدت بالك. اكيد خدت بالك. طريه قوي. من الحاجات اللي عيب تعمل فيها مجهود. المفروض دي تبقى تحليه يا ابني والله. تعال خد معايا المنبر ده. افتح بقك. انا مكانك برضه. ده جامد يا صبري والله جامد قوي. خدوا. عارف الخلطه المفلفله؟ بص السجق. قصه غرام ده والله. سجق ضاني. الحاجه الضاني ليها طعم مميز قوي قوي. وانا بدات اعرق. وانا خطر لما ابدا اعرق. بص الكبده. دي الحلويات اوعى تسيبها. عظمه عظمه عظمه. تعال بقى ناخد غطس هنا. طاجن كوارع بالصلصه. حضن. طب بص ركز ركز. بص موزة حبنا. بص بص تعال تعال. بص من غير اي مجهود. شايف يا حبيبي؟ الله 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 الله. دوق دوق. عظمة. بص 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 اهي. خدت بالك؟ انا واخد بالي. شايف صباع الكفتة ده؟ انت اتفرج وانا هاكل. تيجي البطة. عارف بطة؟ هنا بتتاكل. بص النص بطة ده. شايف؟ هنا تقدر تقول اكلك منين يا بطه. لنبوس البطه نفسها. مش هقول لك بقى على تتبيله وعلى ريحه حلوه وعلى وعلى. والموضوع هنا كبير قوي. تقوم واخد وحده ورق عنب وراه محشي فلفل. فظيع. عارف انت بخيت وعديله صندوق لما كان بيقول لها يا لهوي البطه دي برضه تعمل معاك نفس التاثير. بص الحواوشي. ركز يا حبيبي عشان الكلام ده كبير. قادر حواوشي تنزل على الكوارع. تطلع من الكوارع على الكباب. عايز اقول لك ان درش تجربه ما ينفعش تفوتها. مبسوط انت بالموزه؟ خد دي. انا خلاص جايب ميه. اقسم بالله كده كتير يا صب.
قائد المعركه حاج ايمن. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه يا عم ده شايف دماغي؟ عجبك المنظر؟ عجبك المنظر ده؟ ما شاء الله عليه. خد كل دي وربنا ابدا. خد كل وانت كل دي انا اللي هاكلها برضو. عظمه عظمه. تسلم ايديك ربنا يكرمك. علشان تجرب الدلع اللي شفته جوه كله هتيجي عند درش في شارع نادي المبا الرياضي.